بخير الأبطال، أنا وياك وش مزيان بخير. فقنا اليوم، أنا فقت من قبيلة غير وكان كنت كنتفرج داكشي. علاش نوريكم فاش كنت كنتفرج ديال هاد اللقطة بوحدها. خصكم تعرفوا شنو كاين تما. قول لي يعطي الرأي ديال واحد المسلسل اللي كنت شحال هادي بغيت نتبعو مي ما كتبش. ويلا دابا كتب تيب لي نحيد هاد الشهر الاخوان، واخا الصيف كيهرس لي راسي، داكشي علاش كنخليه في الصيف. مي قدر غادي نحيدو ما على حساب. بون دابا غادي نمشيو نوضو، غادي نمشيو نشوفو ديك القهوة اللي حطينا لباه، ديك القهوة اللي حتابر نشوفو كي دايره، واش مزيانة واش لا. وبالنسبه للدراري قولوا لي واش نتوما كتحطوا القرايه ديال الماء حداكم ولا لا بالليل، واش تشربوا ولا لا. انا كنحطها بارده. هذيك اللي وريت لكم راه هي هذه، هذيك اللي شفتوا في الفيديو اللي قبل راه هي هذه، هادشي اللي بقى فيها. دونك نوضو نشوفوا القهوه ديالنا كي دايره، واش متلجه ولا لا، وان شاء الله تحركوا شويه هذا النهار. هادشي اللي مشينا فين غادي نديرو فيديو غير بمطار ثاني، وديك الساعة يكون خير. نحتي مع العياض ما عرفت. قلت لكم نوريكم واحد اللعيبات شان الله الا حماق. نوريكم واحد اللعيبة لي صراحة عجبتني، دونك عندي البافو ياك. شو هادي؟ هادي برا وهادي شنو نشارجي يا خدامة. راكم شو لا مشاش ما وريتهاش لي. بوم دونك هادي زدت ليها هاد الحجرة هادي ديال الباور بانك، ولات كتعطر في الشارج. عرفتي عجباتني دابا مزيان مخيرة. عوض ديك الساعة كتبقى واحد شوية كتسمعو شارجيني شارجيني. دابا ما كاين شارجيني والله ما كنسمعهم. هادي تقريبا شي 3 ايام وانا مقاد داير لها بحال هكا، او مع مره قالت لي شارجيني مسكينه. والبارح بالليل الله الا خليتها الليل كامل بالله، وطالق فيها واحد البودكاست، طالق فيها واحد البودكاست ومخليها بالليل كامل ومازال خدامه راهي لي. يلا درت لها الشارج ديالها. نقول لكم شحال فيه دابا وما تيقوش الله ما تيقوش. فاش قبل ما ندير ليها الاخر كانت فيها دابا 100%، كانت فيها تقريبا شي 70 بحال ما هكاك. واش اللي كاين؟ نوضو دابا هاك نمشيو نفطرو. الفطور ديالي راه ماشي شي فطور الدراري، دونك ما ديروش بحالي، حاولوا انكم تاكلوا وجبه تكون متكامله. انا كنشرب قهوه وفقط، وكنتصنت ولا كنتفرج المسلسل، دونك غادي نقدروا البلاصه ديالنا. اي دونك غادي نمشيو نجيبو الاخر، شنو نجيبو قهوه. البيسي راه محطوط، رينغ لايت اللي قدينا لي شو ديك الساعه هي اللي باش خدام دابا، والمايك كاين هنايا نسقو مع البيسي باش الصوت يكون مزيان. ونمشيو نجيبو القهوة ديالنا ونشوفو البلان ديالها، ونمشيو نغسلو هاد الكاس باش نشربو فيه. نخليكم تنجيب داكشي اللي هنايا فهمتو، غنمشي نبدل عليه هادي نفيقو شوية وديك الساعة نقدو الأمور. المهم لوسيفر هدا هو الفيلم فاش كنتفرجو، ولا المسلسل فاش كنتفرج، سميتو لوسيفر. يلا عقلو عليه وتفرجو فيه والله إلا زوين. حاليا زوين حيت ديجا تفرج فيه. وهذا التليفون ديال الخدمة، فيه النمرة ديال الخدمة، فيه زعما خدامين وخا ما خدامينش. الى اللقاء. يلا نخليكم صح الميكرو، غنخليكم دابا نمشي نجيب القهوة. دونك جبنا اللعيبة ديالنا قهوة مكلاصية بزاف. المهم شتنا شعرنا وصلنا وجهنا وعاد جينا. دونك القهوة كما كتشوفوا، والخبز اللي كنا ناكلو تقريبا شاف في الفطور. كما قلت لكم كنحاولوا اننا نقصوا شويه. غنوريكم دابا شويه
المهم هادي راه تقريبا تكفيني النهار كامل، حيت البارح درت فيها تقريبا داكشي اللي غادي نحتاج النهار كامل، يعني باش ما نبقاش عاوتاني كنتسنى القدا ولا شي حاجه. داكشي علاش قديت واحد الكميه اللي تقدر مثلا تقدني مثلا النهار كامل، ومن هنا تاني باش نرتاح شويه من قد 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 هادشي اللي كاين. وغادي نحاولوا نحيدو هذه المهم ونكونيكتيوها في البيسي من طبيعة الحال باش نتفرجو شوية. وحنا كناكلو الوجبة ديالنا الخفيفة، دايرة ما وجبة وما والو. يعني المشكل اللي كاين هو يقدر مثلا نحط لكم كما غادي تسمعوا، ولكن المشكلة الكوبي رايت، فهمتوا؟ المهم اولا كنتفرج بلا سبتايتل في هذا، ديما الحلقة الاولى والثانية والثالثة كنحاول نتفرج بلا سبتايتلز، ومن بعد كيجيني الملل وكندير سبتايتلز في الاخرين. واصلا السبتايتلز اللي كاينين عندي خايبين، دونك ماشي شي حاجه لي اوريجينال. دونك كاين واحد الموقع اللي كناخذ منه سبتايتلز الا بغيتو، راه كاين في تيك توك، راه كاين درت واحد لا فيديو فيه، درت واحد لا فيديو في تيك توك ديال السبتايتلز، ديال كيفاش تهز السبتايتلز واللعيبات. ما عرفتش غادي نحاول نحطو لكم تاعنايا في اليوتيوب الا تذكرت نهضر عليه. دونك هادشي اللي كاين. شو الضو ديال الرينغ لايت ضرب لي على وجهي مزيان، حيت الخلفيه فيها الضو كما كتشوفوا راه كاينه الشمس. دونك كون حيدناها يبان لكم البلان، نوريكم المستقبل. دابا كون درت بحال ما كان بان بحال ما علاش كندير هادو وهادي. عزاز عليا نشوف الديكور ديالنا ديال لي زمازيغ بطبيعه الحال، وعزيز عليا نشوف البيت ديالي مزوقه بهم. واخا راه كاين الباب، ماشي شي باب، ولكن انا عزيز عليا نديرها، كنديرها ديما يعني في الصيف في الشتاء ما كنتسوقش، خصها تكون تما وصافي. ونحن في انتظار ان نشرب قهوه شانا، نبقاو نحركوها شويه نرسو ليها الثلج. ناضيه شنو خصها هذاك غتكون حسن، ماشي حسن زعما في الاخر في المذاق، حيت المذاق واعر، غتكون حسن في الاخر. شنو سميتو كون زدت ليها شي حاجه ديال الفانيلا ولا شي لعيبه تكون واعره. المهم هادي هي الايس كافي ديالي. يلا الناس اللي عندهم غادي نمشيو نشوفو الايس كافي ديالنا ونقارنوها مع الايس كافي ديال الحانوت، يعني ديال شنو سميتها ديال المقا. غنمشيو للمقا تيغيميت ان شاء الله ونقولو ليهم يقادو لينا الايس كافي، ونشوف واش هادي اللي كنقاد لي غادي تعجبني ولا هاديك اللي غادي يقادو لي غادي تكون احسن. و الا كانت هذيك اللي كيقادو حسن علاش لا نعرفو كيفاش تيقادو ونقادو في الدار، علاش لا. دونك غادي نخليوها واحد شويه تسيح ان ذا مين تايم، غادي نتفرجو حنايا في المسلسل ديالنا ياك. ونتوما اش غديرو؟ غتمشيو غادي تقادو داكشي ديالكم، حاولوا ديروا حوايج اللي نتوما باغيين كما ديما. و دونت كير اباوت وات بيبل ساي، وخدموا على راسكم، ذاتس ات، يعني ما تسوقوش. الحوايج اللي تعلم في الحياه هي هذه، يعني ما نتسوقش لاي كان، ونتسوق لراسي اكثر ياك، ونعرف شنو انا يا باغي واشنو اللي انا كنرتاح فيه باش انني نعيش هاني ومرتاح في ذاتي وفي حياتي والى اخره. دونك ما تنقوش. وهذا ثالث فيديو اللي غادي نقولو فيه مبروك عواشركم، تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتو ان شاء الله، حيت قرب العيد
ونهار العيد غادي نشوفو نديرو لكم فلوغ، ولكن ما عرفتش واش غادي نديرو زعما شي فلوغ اللي هو ما عرفت يعني نمشيو عند الناس ولا حاجة. انا ما كنمشيش نورمالمون عند الناس، انا لست باجتماعي زعما بزاف اجتماعي في دار الشباب. في دار الشباب انا وحداني فرداني. I love to sit by myself، نجلس ونتصنت العظامي. دونك الى لقينا الفرصه اننا نمشيو عند الدراري نصور لكم مع الدراري، علاش وهادشي اللي كاين. نتوما سيروا عند العائله ديالكم، ما تبقاوش كاسين. الى هنا تنتهي رحلتنا في كوكب قهوه. نلقكم الى هنا تنتهي رحلتنا في كوكب قهوة. نراكم في القريب الحاجل إن شاء الله. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وأن تضعوا لنا الإعجاب وأن تضعوا كومنتا رائعا أو تعليقا باللغة العربية الفصحى. نراكم عما قريب، ونتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا على الأثير ومباشرة من هنا إلى هناك. ونتمنى أن نرى هذا الفيديو في المستقبل القريب، قد وصل إلى الملايين. وأيضا إن كنت من متابعينا ومن محبينا فلا تنسى أن تقول لنا من أي بلد أنت ومن أي مدينة تتابعنا. وشكرا لكم على المتابعة، نراكم قريبا. تحية نضالية لكل شخص، وتحية أمازيغية لكل أمازيغي، وتحية عربية لكل عربي، وتحية أمريكية لكل أمريكي، وتحية بركة. بون فينال. يلا المهم، peace.